أخوتي، معكم محمد مرابط من مدينة مدياق. أنا جيت أخوتي لعندكم اليوم نحكي لكم قصة ديالي ومعاناة اللي كنعيش، الحياة ديالي كيفاش كنعيشها. أنا أخوتي كنت كنشوف وخدام حتى أنا على ولادي، ودابا فقدت النظر ديالي، يعني قاسني واحد مرض بهجت ومشالي في الجسم ديالي، يعني الجسم ديالي كامل كيتفكلي. دابا فقدت النظر، هذه مدة 8 سنين تقريبا 9 سنين، يعني ملي فقدت النظر مرة. ودابا جيت لعندكم اخوتي نحكي لكم القصة ديالي، وكنتمنى منكم اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه. الله يرحم لكم الوالدين، ما كرهتش توقفوا معايا وتعاونوا معايا، حتى انا بغيت نتعالج ونرجع نخدم على ولادي. انا مجوج، عندي 2 وليدات، عندي العائل والعائلة. العائل عنده 11 سنة والعائلة عندها 9 سنين. حتى انا اخوتي ما كرهتش نرجع نشوف ونخدم على ولادي. الظروف ديالي صعيبة بزاف، يعني معاناة بزاف، وكنعاني الجسم ديالي ديما الحريق، كنعاني بزاف وديما ما كنجبروشي باش نتعالجو. ما كرهتش حتى انا نتعالج ونرجع عيني حتى انا نشوف بيهم ونخدم على ولادي. والله يجازيكم بالخير، والله يوقف معاكم، وكنشكر إذا عاد شفتي باللي وقفت معايا. الله يجازيكم بالخير أخوتي، وكنشكر الناس كاملين اللي وقفوا معايا ودعيوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين. تنتوما أخوتي قد عرفوا قيمة الحياة، العينين كيفاش عاملين، وكيفاش الواحد يعني تخيل راسك انتينا تقدر تشد عينك غير ساعة المكانة، يعني ما غتقدرش تدور حتى في الدار، ما بالك أنا كنبغي نخرج، كنبغي حتى انا ندور نتسارى نخدم على ولادي نشوف الدنيا حتى انا. يعني لهلا خلي شي واحد بلا نظر، الحياه هو العينين ديال الواحد، لما كانوش العينين يمكن اي حاجه تنقاز، بالحق العينين صعوبات بزاف. وانا ديما يعني معاناه الحريق في الجسم ديالي بزاف، كيتفكوا لي مفاصل كاملين وكنعاني. وما كرهتش دابا حتى انا اخوتي نتعالج نشوف الحياة ديالي كيفاش نضمن مستقبل ولادي حتى انا، ونشوف ولادي. انا ولادي ما كنعرفهمش حتى الصفة ديالهم كيفاش عاملة، وهادي يعني غير كنتخايل وصافي.